فعالية بعنوان فرح الوطن في رسوم أطفال سوريا، وهي فعالية جديدة نبغي منها الحصول أو الرغبة من الأطفال الموهوبين لتنمية مواهبهم وتقديمها. وهذه الأيام يعني نشجع المواهب لحتى تكون ثمرتها في المستقبل إن شاء الله للوطن. بالنسبة لهذا الموضوع اللي نحن قايمين فيه الاتحاد له علاقة بشيء اسمه أمان الوطن، فرح الوطن في رسوم أطفال سوريا، بيتعدى أمور كتيرة أنه الطفل يوصل لمرحلة الأمان. منشوف الطفل دائما في زعر وفي خوف، لما بيطلع بيرسم بيفوت على الحدائق بيطلع بطريقته الخاصة بيقدم اللي شيء جواته عن هالبلد عن الوطن بشكل أنه يقدم شيء كتير جميل لإله لنفسه أول شيء، بعدين للي عم بيشوف الرسمة تبعه. فترة الصيف وفترة جاي على أعياد حبينا نشارك اتحاد فنانين تشكيليين ببعض لبعض الاطفال انه يقوموا بالرسم بالحدائق العامه. طبعا احنا مو بس هالحديقه، جهزنا لهم واهلنا لهم عده حدائق في دمشق اللي يقوموا بموهبه الرسم. هذول اطفالنا واولادنا يعني عم نحاول نرسم الفرحه والبهجه على وجوههم. فعاليتنا هي فعاليه فرح الوطن في رسوم اطفال سوريا، بتحكي عن الاطفال من عمر دون سن ال 13 وتحت. الفعالية هي بإشراف الاتحاد الفنانين التشكيليين بمساعدة وزارة التربية ومحافظة دمشق. حبيت ارسم هاي الرسمة، يعني حبيت انه هيك عن الصداقة او هيك شيء، وشو اسمه انا من انا صغيرة بعرف انه ارسم.